حسيت عندك طرف تنسى الكرامة تنسى الشرف تسرق كل صوت تنعرف دمعك يجري جرحك يزف وعند المرة لازم ننتهي رايح لشغلك هتحتاج احنا جايين وسعداء ان احنا في التحرير وعايزين النظام كله يتشال ويرجع البلد زي الاول زمان. هتوصل هتندم يا ريتك ما جيت. جراتك بتصرف خلاص استنى. عيالك بتطلب هات جيت وجيت. حد سمعك من يعتبر عيد للشهداء. انا حسيت ان مليون نفر دول بيتكلموا في حق الشهيد. انا الشهيد ما بقتش اتكلم. كل الناس اللي موجوده في البلاد هي اللي بتطالب بحق الشهيد. حاسس ان شاء الله مصر هتيجي ان شاء الله. ربنا يوحشنا بس عجلة الحق ويولي الصالح. احنا من 25 لغايه دلوقتي شعورنا هو هتنتظر الثوره ان شاء الله. النهارده يعتبر مولود جديد. النهارده زي امبارح زي اول الثوره هتنتظر. بس هو الصوت بيعلى ويوطى. بس نريد القصاص.